لسه حديثنا مستمر مع كابتن ماهر همام، ولسه عايزين ننتقل بقى من الدوري لنهائي افريقيا، وحديثنا عن كايزر تشيفز. وكنا انا وكريم بنسال حضرتك في الفاصل، يعني هذا الفريق الغير متوقع نقول، او اداء غير متوقع تماما، ما تفهموش، مش شرط ان هو يلعب كويس، يعني الوداد على سبيل المثال لعب معاه مباراه قويه جدا ولكن هو اللي فاز. فخلينا نفهم من حضرتك يعني برضو، لان دي حاجه ما اعتقدش سهله او بسيطه. تقلق. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا يعني الدوري استعدادا ليه، يعني احنا المباراه بتاعه الدوري ديت احنا بنستعد استعداد قوي جدا لحد ما نبدا نروح له يوم 17 ان شاء الله في المغرب. هما بلغه الكوره كده خطفوا الوداد المغربي، يعني الوداد على ملعبه ما يقدرش يعني يقدر يحقق نتيجه ايجابيه، فطبعا البطوله هربت منه بشكل كبير. لكن النادي الاهلي بخبرته طبعا، مستر موسيماني لما يوصل للملف ده بيبقى في حاجه اسمها اعداد للمباراه، اعداد ذهني للمباراه، هو بيضطر يشوفهم عن طريق الفيديو والتحليل الفني، ده بيفرق بشكل كبير جدا، يعني بيقطع له كل حاجه، بيبين له كل حاجه بالنسبه للفريق من ناحية الدفاعيه، من ناحية الهجوميه، من ناحيه العناصر المميزه الموجوده عنده، من ناحيه الثغرات الدفاعيه اللي نقدر نخترق من خلالها. هم طبعا بطوله بالنسبه لهم انه بيلعبوا قدام النادي الاهلي، يعني وصولهم للنهائي طبعاً بيعتبر بطوله، او تقريبا بطولة يعني دي اول مره، اول مره يعني بالنسبه لهم يوصلوا لنهائي ابطال الانديه، وخصوصا قدام النادي الاهلي. اكيد عندهم دوافع انهم يحصلوا على البطوله، ودي دوافع مشروعه طبعا بالنسبه لهم، ان هم بيلعبوا نادي القرن، بيلعبوا بطل افريقيا، او بيلعبوا على لقب القاره كمان نفسه. طبعا صح يا كريم. احنا بالنسبه لنا يمكن قلنا كذا مره ان الاهلي بيحب يلعب مع الفرق الكبيره اللي هي مصنفه، يعني بيحس لعيبه النادي بتحس كده يعني بسعاده، بتحس ب ده مش هيتحقق بنسبه كبيره في حاله كايزر تشيفز. احنا بنتكلم على الفرق زي ما حضرتك تقول، مثلا الوداد او الرجاء او الفرق او الترجي، فرق معروف لها اول من اخر ومعروف لها تاريخ. لكن انت بتتكلم في الحاله دي على فريق مش معروف له خلفيات قوي، والاعتماد بالكامل على الفيديوهات لاخر مجموعه مباريات ليهم، فدي برضو فيها شيء من القلق، يعني طبعا يعني تبقاش مالك ادواتك طبعا كامل. طبعا، وده اللي بيخلي كريم طول عمرنا احنا بنحترم الفرق مهما كان مستواها. دي ميزه النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي ما بيستهترش باي حد. النادي الاهلي طول عمره بيلعب مع الفرق المصنفه والغير مصنفه، يعني زي ما انت ذكرت كده بالنسبه للوداد والترجي واو، تلاقي ان الاهلي مركز بشكل كبير جدا. طبعا، لكن دي بطوله يا كريم، بطوله بتحس ان مستر موسيماني طبعا تعب خمس ست اشهر اللي فاتوا دول، لان برضه كانت الناس بتشكك ان بطوله التاسعه كانت بين فايلر وبين موسيماني، لكن النهارده دي بطوله خلصة. ان شاء الله خالصه ليه هو. طبعا النتائج طبعا الست اشهر اللي احنا اتكلمنا عنهم، ان هو مجهود اتعمل بشكل كبير. مستر موسيماني كمان ابن البلد، ابن بلدهم، فاكيد عنده المنتاليتي والعقليه بتاعت لاعبي جنوب افريقيا. الفرقه دي بتدافع بشكل كبير جدا في نص ملعبها، بتحاول تقفل كل مفاتيح اللعب الخصم، بتراقب، يعني هيقابل فرقه عندها تحدي كبير جدا واصرار على انهم ياخدوا البطوله. ازاي بقى هو يحترم الفرقه ديت؟ ان هو بقى يلاقينا التشكيله المناسبه لهذه المباراه، ان شاء الله تكون اللعبه كلها سليمه بعد المباراتين الثلاثه. ده اهم شيء، ده مهم جدا طبعا، ذلك طبعا جدا. وبعدين يلاقينا الطريقه المناسبه، واخد بالك ليه؟ لهذه المباراه، عشان ازاي نقدر من خلال الطريقه دي ان احنا نقدر نعمل مباراه جيده، مباراه متزنه بين الدفاع والهجوم، ونفك شطرتهم، نقدر نكسب فيها ان شاء الله.